أهلا بكم إلى قراءة جديدة في الأعداد الصادرة اليوم من الصحف الوطنية. مستهل هذه القراءة بصحيفة اليوم المغربي التي قالت بأن لجنة الاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش تدارست 4 مشاريع اتفاقيات وصدقت على 3 منها بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليار درهم، ستمكن من خلق 1110 مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. إلى جريدة الأحداث المغربية التي أفادت بأن وزير الفلاحة أوضح في مناظرة تشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولة في المجال الفلاحي والقروي، أوضح أن استراتيجية الجيل الأخضر تضع كأولوية تأهيل العنصر البشري القروي وخاصة فئة الشباب، وذلك بالنظر إلى أنها تراهن على تشغيل الشباب والدفع باتجاه استقراره بمحيطه القروي وضمان استفادته من كل الشروط الاجتماعية والاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بتنشيط الاقتصاد القروي. ونختم جولتنا بصحيفة الصحراء المغربية التي ذكرت أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتعاون مع وزارة التربية الوطنية تجري دراسة حول انتشار عدوى كوفيد-19 داخل المدارس. وفي هذا الصدد أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح المضاد لكوفيد أن العديد من المدارس بالمملكة شرعت في إخضاع التلاميذ إلى إجراء اختبارات الـ PCR